بسم الله الرحمن الرحيم. متابعيني الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيكون معانا النهاردة فقرة جديدة من نوعها، أول مرة نقدمها في قناتنا. ما هي قناتنا؟ قناة مواهب برضو. من أرشيف عيون الكاميرا جئناكم بموهبة ربانية، صوت عطر في تلاوة آيات الله وفي الابتهالات الدينية، فهيا بنا لنستمع إليه ونريح قلوبنا ونحيي أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالب نصر إبراهيم خدة. سأتلو على مسامع حضراتكم آيات البينات من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالب نصر إبراهيم خدة. سأتلو على مسامع حضراتكم آيات البينات من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ
وَإِنَّ